بسم الله الرحمن الرحيم. building hope for better asthma control. احنا الاجنده بتاعتنا الحاجه الاولانيه what is the problem، الحاجه الثانيه unmet medical needs in Egypt، الحاجه الثالثه are we overlying على السابة، والحاجة الرابعة new era في الأزمة management. البروبلم احنا عندنا بس بالنسبة لنا الأزمة جلوبالي احنا عندنا العدد دلوقتي وصلنا ل 339 مليون بيشنت عندهم أزمة جلوبالي. قضية المايلد أزمة 50 ل 75% من حيانين المايلد أزمة للأسف not all controlled، 25 من المايلد أزماتيك are uncontrolled، 33% من الانكنترولد مايلد ازمه بيدخلوا في اكسسربيشن بيحتاج الامرجنسي فيزيت والهوسبيتاليزيشن، و30 ل40% من الاكسسربيشن بتاع المايلد ازمه بيؤدي الى الامرجنسي روم فيزيتس. قضيه الازمه يعني بيؤدي الى 2 فولد انكريز في الايكونوميك بيردن. الانميت ميديكال نيد في الايجيبت احنا عندنا يمكن السناب شوت بروجرام ده استادي كبيره كان مشارك فيها من عندنا من مصر الاستاذ الدكتور هشام طراف، وكان البريفالنس بتاع الازمه ان ايجيبت 6.7. الحاجه الثانيه في الازمة استادي اللي هي اللي اشتغلت على الازمه مانجمنت في الميدل ايست اند نورث افريكا، وكان برضو فيها شارك فيها دكتور برضو هشام طراف، كان عندنا 20% من الأزمة uncontrolled، 30% partly controlled، و 48% uncontrolled. معنى كده ان 79% من الأزماتيك بيشنت للأسف في المينا ريجون uncontrolled أزمة. هل احنا بنعتمد على السابة؟ للأسف ان نلاحظ ان الناس اللي بيستخدموا اكتر من 3 كانستر من الأزمة بيعتبروا دي مشكلة كبيرة، اللي بيستخدم 3 كانستر من السابة خلال السنة. ولاحظ ان المايلد أزمة بيبقى فيه مشكلة، المايلد أزمة ما نستطرش بيها لأن 30 ل 37% من العيانين بتاع الأزمة مايلد أزمة بيدخل في أكيوت أزمة، 16% بيدخل في نير فيتال أزمة، ومن 15 ل 20% بيحصل لهم مورتاليتي من الأزمة. الحاجة الثانية لاحظ ان اللي بيستخدم أكثر من 3 كانستر من السابة في السنة ده بيعتبر في ريسك اوف ايمرجنسي ديبارتمنت بريزنتيشن، واكثر من 12 كانستر في السنه للاسف الشديد بيؤدي الى مورتاليتي هاي ريسك اوف مورتاليتي فروم ازمه. طبعا الازمه السبب تستخدم في السيمتوماتولوجي، لكن عيبها انها ما بتشتغلش خالص على موضوع الانفلاميشن. الحاجه الثانيه الريجولار يوز بتاع السابة وجدوا ان لها سايد افكت، الحاجه الاولى بيحصل بيتا سيل ريسبتور داون ريجوليشن، بيحصل decreased برونكو بروتكشن، بيحصل ريباوند هايبر ريسبونسفنس، وبيحصل decreased برونكو دايليتور ريسبونس. الاوفر يوز بتاع الازمه زي ما قالت البريتش ثوراسيك سايوسايتي احد الحاجات اللي بتعمل مورتاليتي في الازمه الاوفر يوز اوف سيمباسومايميتكس خاصه السابه، والاندر يوز بتاع الاسترويدز. احنا عارفين طبعا الازمه از انفلاماتوري ديزيز، وقضيه لو ما دخلتش بانتي انفلاماتوري ايجنت بيحصل تشينجز في الاير واي، بيحصل سيكننج في البيزمنت ميمبرين، بيحصل هايبرتروفي في الموكس جلاند، بيحصل هايبرتروفي في المسلز، بيحصل انجيوجينيسيس، والعيان بيدخل في موضوع الريموديلنج اللي بيتحول فيه من ريفيرزابل اير واي اوبستراكشر لاير ريفيرزابل اير واي اوبستراكشر. لوحظ ان نيرلي 2/3 العيانين بيستخدموا ريليفر انهيرر، و23 بس في المية هم اللي بيستخدموا الايس اس ريجولر، وده طبعا رونج كونسبشن، لكن العيان دايما عايز حاجة تريح له البرونكوسبازم اللي بيشتكي منه. هنا لوحظ برضو الاوفر يوز بتاع السابة اكتر من 3 كانستر في الير بيبقى فيه انكريزد ريسك للاكساسربيشن، وكمان لو زاد عن 12 كانستر برير ممكن يدخل العيان في موضوع مورتاليتي. لوحظ ان الاوفر يوز بتاع السابة بيؤدي لانكريز دو مورتاليتي، لكن الريجولار يوز بتاع الاي سي اس بيقلل المورتاليتي من الازمه.
الازماتيك بيشنت هو 39 من العيانين بتوعه الازمه لاحظوا ان هم عايزين ياخدوا بس التريتمنت اون ديماند، و 95% عايزين ياخدوا التريتمنت اللي بيعمل لهم ايميديت ريليف للسيمتوماتولوجي بتاعتهم. نيجي للنيو ايرا بتاع الازمه مانجمنت. احنا عندنا الازمه دلوقتي الترند بالنسبه لنا دلوقتي اللي هو المارت، ودي اللي اتجهت اليه حتى جينا جايد لاينز 2021. المارت اللي هو مينتنس اند ريليفر ثيرابي، لما تستخدم حاجه فيها رابيد اونست اوف لابا زي الفورمترول مع الاي سي اس، لما تستخدمه في فيكسد دوز وون ديماند لما يحصل اكسسربيشن، يبقى كده انت ضمنت انك انت تعمل كنترول للسيمتوماتولوجي عن طريق الرابيد اونست بتاع الفورمترول، وتقدر في نفس الوقت الاكسسربيشن اللي بيحدث واسوشيتد ويز انفلاميشن، يبقى العيان لما بياخد ان ديماند بياخد حاجه فيها اي سي اس، بياخد حاجه بتشتغل كانتي انفلاماتوري، وده بيحسن السيمتوماتولوجي وبنفس الوقت بيمنع الورزنينج بتاع اللنج فانكشن والديكلاين بتاع اللنج فانكشن. وده هو فكره انك تستخدم البيودوسونايت فورمترول توربو هيلر كانتي انفلاماتوري ريليفر، الكونسبت اللي هو المارت اللي احنا ماشيين بيه حاليا في الجينا 2021. السيمبكورت انتي انفلاماتوري ريليفر ازنيد، ولاحظ انه بيقلل ال الاكسسربيشن بمقدار 64% مقارنة باستخدام السابا اون ديماند، ومقارنة باستخدام الأزر لابا زي السالمترور فليتوكونازون قلل 21% من حدوث الاكسسربيشن. السوليوشن بتاع الانتي انفلاماتوري ريليفر ده له اكتر من فايده، زي ما اتفقنا مش جاست بس ان ريليف البرونكوسبازم اللي بيحدث ان بتوين الفيكسد دوز اللي بتتاخد، ده كمان بيحسن الانفلاماتوري تشينجز اللي بتحدث في الايروي. يعني جاست ان احنا ناخد فورموترول بيوديوسونايت مورنينج وايفنينج وناخد از نيدد، ده هو ده اللي بيتقال عليه المارت تكنيك اللي هو مينتنس اند ريليفر ثيرابي. ميزه الفورموترول اللي هو له رابيد اونست اوف اكشن، لان لاحظ ان البرونكو دايليتيشن بيحدث بعد 3 دقائق، يعني بالعكس يمكن احسن من موضوع السابة، ووجود انك انت بتستخدم السيمبكورت كمينتنس وريليفر، انك انت بتستخدم الفورموترول كرابيد اونست اوف اكشن كبرونكو دايليتور ولونج ديوريشن، وفي نفس الوقت بتستخدم البيودوسونايت كانتي انفلاماتوري عشان يشتغل على الانفلاميشن اللي مش ويل كنترولد عن طريق الفيكس دوز اللي بتديه الصبح والليل. دي حاله احمد حسين، ده نان سموكر وكان عنده موصوف له ميديوم دوز اي سي اس لابا انهيلر بالاضافه للسابا اون ديماند، وكان بياخد السابة دي اكتر من 8 مرات في الاسبوع، والمشكلة بتاعته كان اعتماده الاساسي على موضوع السابة فور سيمتوماتولوجي ريليف. لما كونفيرتد للمارت اللي هو يستخدم الفورموترول بيوديوسونايد از امينتنس اند ريليفر، لوحظ ان في 39% ديكريزد في السيمتوماتولوجي وفي الاكسس، و 25% ديكريزد في الاكسسربيشن لما استخدمه. هل الكلام ده كلام كده بيتاخد ولا لا؟ الكلام ده مبني على ايفيدنس بيست، في ستادي اللي هو السيجما ستادي والكومباس ستادي والاهيد ستادي اللي قارنوا موضوع استخدام اللي هو ريليفر انتي انفلاماتوري، وده قلل الاكسسربيشن بمقدار 64% باستخدام بالمقارنه باستخدام السابا اون ديماند، وقلل في نفس الوقت بالمقارنة مع السالمترور فليتوكونازون سواء في المودريت دوز او سواء في الهاي دوز ب 39% و21% ريسبكتفلي. يبقى في الحالة زي كده السيمبل واي انك انت بتستخدم وان كانستر، الكومبلاينس بتاع العيان هيكون كويس عليها، هتستخدمها كمينتنس يعني صبح وليل، وتستخدمها كريليفر وين ذير از اكسسربيشن للازمة. الجايد لاينز بتاعت الجينا الحاجة الأولانية قالت إن برضو الريجولر أو الفريكوينت يوز بتاع السابة أسوشيتد والسايد إفكت، السايد إفكت اللي هي البيتا سيل داون ريجوليشن، الديكريزد برونكو كونستريكشن، الريباوند هايبر ريسبونسفنس، الديكريزد برونكو دايليتور ريسبونس، وإنكريزد أليرجيك ريسبونس، وإنكريزد إيزينوفيليك إير واي إنفلاميشن في استخدام السابة. الهاير دوز زي ما اتفقنا اكتر من 3 كانستر في السنه بيدخل العيان في اكسسربيشن يحتاج ايمرجنسي ديبارتمنت فيزيتيشن، واكتر من 12 كانستر اسوشيتد ويز انكريزد مورتاليتي.
ايه اللاند مارك اللي قالته الموضوع اللي هو برضو لا يستحب استخدام السابة ويستحب استخدام المارت تكنيك اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو المينتنس والريفر سيرب. الحاجة التانية التشينج اللي حصل في الجينا 2021 ان عملوا 2 تراك في اللي هو التراك 1 وتراك 2. تراك 1 اللي هو حطه في المارت تكنيك اللي هو المينتنس اند ريليفر ان ذا فورم اوف فورمترول عشان له رابيد اونست اوف اكشن مع البيوديسونايد كانتي انفلاماتوري بيستخدم كمينتنس وريليفر وده يفضل. وتراك 2 اللي هو بيستخدم الاي سي اس او الاي سي اس مع لابه ثانيه غير الفورمترول ويستخدم السابا اون ديماند وبيفضلوا في جينا 2021 اللي هو التراك 1 اللي هو المارت تكنيك المينتنس اند ريليفر ثيرابي. وقالوا ان في التراك 1 بتستخدم الحاجه الاولانيه لو دوز اي سي اس لو السيمتوماتولوجي بتاع العيان من 4-6 ايام في الاسبوع وبعد كده لو زاد وفي ويكنينج بتدخل بعد كده باللابه وبعد كده بتوصل لللابة اي سي اس مينتنس وريليفر. وفي الاخر برضو الشينج اللي حصل انك انت تضيف التايوتروبيان قبل ما تدخل على الخطوه بتاع البيولوجيكال ثيرابي او الاورال كورتيكوسترويد ثيرابي. القضيه بالنسبه لنا بقى اللي هو الريليفر انتي انفلاماتوري تكنيك اللي هو المارت تكنيك انك بتستخدم افري مورنينج وافري ايفنينج واز نيدد وبتستخدم كانستر واحد اللي بتحتوي على الفورمترول مع البيودي سونايد. استخدام الجهاز نفسه سهل جاست انك انت بتحوش الغطاء الاول وبعد كده بتعمل تويست ناحيه اليمين ما فيش صوت تعمل تويست ناحيه الشمال يعمل لك كليك الكليك العيان يشفط وبعد كده خلاص بنحط الغطاء. فالاستخدام السو ايزي بالنسبه لموضوع السيمبوكورد. استخدام الريليفر والانتي انفلاماتوري تكنيك اللي هو المارت تكنيك ده أيد بمجموعه من الاستادي اشتغلت على 23000 بيشنت وأيد برضو بالاستخدام الجينا الجايد لاينز اللي هي سواء 19 او 20 او 21. واستخدام الحاجه الثانيه اللي هو لاند مارك استادس كبار اللي هي الستيب والستي والسماير والكومباس والكوزموس والاهيد والسمارت ده كله اشتغلوا على المارت تكنيك. والحاجه الثانيه ان بيعمل اقل بيردن لانه لوحظ ان استخدام المارت تكنيك بيقلل الدوز بتاع الاي سي اس اللي العيان بيحتاجها. اند ثانك يو فري ماتش فور اتنشن.